النهاردة نستكمل أحبائي تأملاتنا في حياة بطرس، وهنقرأ مرة أخرى من إنجيل متى، إنجيل متى أصحاح 26. إنجيل متى أصحاح 26 يقول في عدد 69: أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة: وأنت كنت مع يسوع الجليلي. فأنكر قدام الجميع قائلا: لست أدري ما تقولين. ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا بقسم: إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام وقال لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تزهرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف الرجل. وللوقت صاح الضيق، وتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له أنه: أنك قبل أن يصيح الضيق تنكرني 3 مرات. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. وعايز أقرأ أعداد صغيرة خالص من مرقس، إنجيل مرقس، لنفس القصة، بس عايز أخد آخر نهاية للقصة ذكرها مرقس في مرقس 14. فقال وصاح الديك ثانية، 14 عدد 72: فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع: إنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. فلما تفكر به بكى. هقرأ أيضا أحبائي من إنجيل مرقس في مشهد القيامة الرائع، عندما ذهبنا مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة آخذين معهم حنوطا، في إنجيل مرقس أصحاح 16 ومن عدد 5 يقول: ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين. وأرجو حضراتكم تلاحظوا اللي هيحصل: لابسا حلة بيضاء. فاندهشنا فقال لهن: لا تندهشنا، أنتم تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو ها هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. ويقول هذا الملاك لهم: ولكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه وبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. ولاحظوا أنه قال للمريمات: اذهبنا وقلنا لتلاميذه، وبالأخص اختص بطرس فقال لتلاميذه ولبطرس. هذه الرسالة نفسها قالها الرب يسوع ليه كل المجد بعد القيامة لمريم المجدلية، لكن خلونا نقراها من إنجيل يوحنا أصحاح 20. في إنجيل يوحنا أصحاح 20 يقول: عندما رأته مريم وكانت في عدد 11 واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر ونظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحد عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا، إلى آخره، إلى أن التقاها يسوع وظنت أنه البستاني، وقال لها في عدد 16: يسوع يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسير يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخواتي. ولم يذكر بطرس في هذه المرة في رسالة الملاك للمريمات، قال لهم: قولوا للتلاميذ وقولوا لبطرس. هنا قال: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنها قال لها هذا. نعرف يا أحبائي من إنجيل يوحنا أنه على الأقل في 3 مرات ظهر الرب للتلاميذ مجتمعين. الكلام ده موجود في إنجيل يوحنا 20:21. لكن يذكر الرسول بولس في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس معلومة أخرى نحب أن احنا نعرفها، في كورنثوس الأولى 15، أرجو حضراتكم تلاحظوها معايا، بيتكلم عن قيامة المسيح. في كورنثوس الأولى 15 يقول: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، في عدد 3، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، خلي بالكم، وأنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن،
ولكن بعضهم قد رقدوا، وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. يعني بولس بيحكي ظهورات المسيح بعد القيامة، بيذكر أنه قبل أن يظهر للإثنى عشر ظهر لصفا، أي أن هناك ظهور خاص بصفا بطرس، سمعان بطرس، بعد القيامة المسيح ظهر له هو لوحده. وده هيكون موضوع تأملاتنا النهاردة. حبائي، المرة اللي فاتت احنا تأملنا كيف ان كبرياء التلاميذ وبطرس ثم نوم التلاميذ وبطرس في جسيماني كانت عوامل مؤدية الى السقوط المريع والانكار الرهيب الذي وصل اليه بطرس. لقد اعد المسيح بصلاته الجميلة لبطرس عندما قال: الشيطان طربكم ليغربلكم، لكني طربت لاجلك لكي لا يفنى ايمانك. اعد له هبة روحية لثباته، أعد له بركة روحية خاصة بي، قال له تعالى معايا في جسماني وخدها، تعالى اسهر معايا، أصلي معايا، أقعد معايا، شوفني بجتاز التجربة إزاي، اتعلم مني، خدها، لكنه نام. وأحبائي، تلا هذا طبعا بعد النوم وبعد الكبرياء يأتي السخوط. لكن في حاجة عايز أزودها مرة أخرى، إنه بطرس قال للرب: أنا لو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وكما لو كان يقول للرب: أنا همشي معاك في كل حتة، أنت داخل على قصة الصليب، أنا هرافقك في الصليب، همشي معاك، هبقى إيدي بإيدك، هسندك، هبقى جنبك، ولو وصلت أنه أنت بتموت قالولي تنكره ولا تموت معاه، هموت معاه. لكن اللي حصل العكس خالص. وأتحب أن حضراتكم تقدروا تجمعوا كل الآيات اللي اتذكرت عن بطرس، تعرفوا قد إيه أنه ابتدى في احداث الصليب بعد ما كانوا في جسماني مع بعض بالشكل ده، بعد ما كان واحد من ثلاثه حوالين المسيح في جسماني هو ويعقوب ويوحنا، ابتدى يجوا الناس وابتدى بطرس يبعد حته حته. بعد الحدث ده قطع اذن عبد رئيس الكهنه، والمسيح قال له ما تعملش كده، والمسيح اكد له انه هو بيذهب للصلب بإرادته الكاملة المطلقة، أنه سيتم حسب الكتب، وقال له: أقدر أجيب 12 جيش من الملائكة دلوقتي وأنقذ كل حاجة، لكن أرجوك تبقى عارف أنه في كتب وفي نبوة وفي فداء لازم يتم. وابتدى بطرس يبعد عن المسيح. عشان كده في أحداث الصلب تلاحظوا الآيات دي اتكررت، يتقال عن بطرس أنه تابع المسيح من بعيد، يتقال عنه جلس لما راح في بيت، لما راح في دار رئيس الكهنة جلس خارجا في الدار الخارجية بعيد، يتقال عنه انه خرج الى الدهليز خارجا، يتقال عنه ان هو خرج بعيدا او جلس بعيدا، لانه حالة الشك وحالة الخوف خلته يبعد يبعد يبعد، رغم المسيح في تأكيده ليه بانه رايح الصلب بمشيئته، وتأكيده ليه انه كل الامور في ايده، وتأكيده ليه انه يقدر يطلب 12 جيش من الملائكة، ورغم ما يعرفه عن قوة المسيح وعن امكانياته وعن عظمته وعن نفسه، هو نفسه قال عليه: انت المسيح ابن الله الحي. رغم كده الخوف خلاه يبعد يبعد يبعد، وبالتالي بطرس اللي قال انا مش هسيبك خالص ما كانش موجود، بعد 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 لحد ما انكر، وبعد ما انكر اختفى، وبالتالي ما شفناش بطرس موجود عند الصليب، ما شفناش ولا واحد من التلاميذ موجود عند الصليب غير يوحنا. واحبائي، على قدر ما ابليس يقدر يقنعك باي سبب من الاسباب، او يحاول باي سبب من الاسباب انك تبقى بعيد عن المسيح، على قدر ما تتوقع أن تسقط وأن تقع وأن تنكر أحيانا وأن تخطئ كثيرا. ليه؟ لأنك بعيد، بعيد عن مصدر البركة، بعيد عن الشمس الدافية اللي بتدفيك، بعيد عن علاقتك الحلوة بشخص الرب يسوع، بعيد عن صلاتك وشركتك وخلوتك وقعدتك معاه. لما تيجي تتبعه من بعيد، لما تبقى في الدار الخارجية بعيدة، لما يبقى المسيح بعيد عنك، لما فجأة تبعد عنه ما انتش موجود في محضره، هيأتي السخط. عشان كده أحبائي، لقد كان هناك الكبرياء، لقد كان هناك النوم، وأيضا كان هناك حالة البعد. وعلى فكرة هو ده اللي إبليس عايز يعمله، طول ما أنت تبقى قريب من المسيح طول ما هو بقى تعبان. ممكن يبعدك بمشغوليات، يبعدك بأفكار تشغلك، يبعدك بحاجات تبتدي تتشغل بيها وتقول أنا ورايا ده ورايا ده ورايا ده. أرجوك يوم ما تفتح عينك الصبح ويعدي عليك 24 ساعة ما شفتش حبيبك، ما قابلتوش، ما عدتش معاه، ما تكلمتش معاه، ما خدتش وديت معاه، انت في الدار الخارجية، انت بعيدا، انت في الدهليز خارجا، انت بعيد عن المسيح، المسيح يذهب في طريق الصلب، فين بطرس؟ مش موجود. المسيح شايل الصليب، فين بطرس؟ مش موجود.
المسيح بيتضرب وبيتجلد وبيتهان، فين بطرس؟ مش موجود. المسيح معلق على الصليب، بطرس خايف، بطرس بعيد، بطرس في البيت قافل على نفسه، بطرس خايف. رب ارحمنا احبائي، اذا كنا عايزين نحب ونعيش له لازم نحمل الصليب وراءه ونمشي وراءه، لازم نتبعه اينما يمضي، لازم نلتصق به هلما فنلتصق بالرب بعهد ابدي. صار اخنوخ مع الله فلم يوجد لان الرب اخذه، ماشي معاه على طول، ماشي معاه ما يقدرش يسيبه، لان البعد هو بدايه التعب. لكن احبائي مش عايز اطول عليكم في سقوط بطرس، عايز النهارده اركز اكتر على بسرعه ازاي الرب ما بيسمحش لاولاده انهم يقعوا. يقول الكتاب لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم. من يكفل لنا ان نقوم؟ من يكفل لبطرس ان يقوم؟ اعتقد بعد انكار بطرس 3 مرات كان هناك فرح في محفل الشياطين. ليه؟ لانه الالفا الاولاني اللي قال انت هو المسيح ابن الله الحي ساقط واقع، انكر المسيح 3 مرات، ويتقال انكر بقسم، ويتقال انكر بحلف، ويتقال انقر بلعن، وقال لا لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه 3 مرات. هذا حدث، بالفعل حدث. لكن احبائي عايز اقول لكم ان الله الهنا الصالح لن يسمح على الاطلاق لاولاده ان هم يروحوا، لانه هو الذي يترك 99 بار ويذهب حتى يجد الضال، يذهب وراء الضال حتى يجده. المسيح هو الذي قال الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفهم مني. المسيح اللي مش هيسمح لينا ان احنا نضيع منه لانه متعهدنا، لانه هو راعينا الصالح، هو اللي ما سمحش ان بطرس يضيع، وهو اللي كان كفيل انه يرد نفس بطرس فورا، وهو اللي ابتدى يحاول مع بطرس انه ما يقعش من لحظه تاني، من لحظه وقوع بطرس ومن قبلها. والمسيح شغال كشفيع عظيم عشان يقوم بطرس من وقعته، وهنشوف الكلام ده ازاي. مرة من المرات بطرس كان هيروح، اكيد فاكرين انتوا المرة دي لما مشي على المية، وكان عنده ايمان وفرحان ومشي، والدنيا ظلمة والريح جامدة، وما كانش الريح لسه هديت، كانت لسه الريح شغال والبوج عالي، يعني قدر يمشي على البحر وهو هايج والريح هايجة. وإيه اللي حصل؟ ابتدى يشك، فابتدى يحصل إيه؟ فابتدى يغرق. كل الصور يا جماعة بتلاحظوا إنها مصورة إيه؟ إن المسيح مسك بطرس كده من إيده عشان إيه؟ عشان يمسكه وما يقعش. أنا ما أعتقدش إن دي صورة دقيقة، لأنه لو واحد بيغرق بيسقط بكل تقله، إزاي هتمسكه من إيده كده وتوقفه؟ ده هيسقط، هيقع، كأن واحد واقع من شباك، لو مسكته مجرد من إيده هيتزحلق ويقع. ليه؟ لانه بتقله نازل في الميه. مسكه الايد نفسها مش هتنفع. عشان كده اعتقد انه المسيح في حكايه بطرس دي ما مسكوش بس كده من ايده، لكن هو كان خايف عليه يقع. اعتقد انه امسكه انه حضنه احتضنه شاله خده، شال كل تقله وكل تعبه وكل ضعفه وكل شكه وكل فشله، لان كل واحده من دول هتغرقه زي الطوبه في الميه، وشاله في حضنه وقفل. وده اللي حصل. مش مجرد مسكة ايد، دي اكتر من كده، ده المسيح احتضنه خده شاله رفعه كما يفعل الراعي مع الغنم، ووضعه على منكبيه وقال له ما تغرقش يا بطرس، طول ما انت معايا ما تغرقش، انا شيلك، انا احضنك، انا حمايتك، الذين في يدي. مش بس ماسكهم كده لكن حضنهم. والدليل على كده انه رئيس الكهنة، لبس رئيس الكهنة كان فين؟ اسمائنا على الاحجار الكريمة، اسماء الاسباط هنا وهنا، فشاله هنا في حضنه وفي كتفه ورفعه، قال له ما تغرقش يا بطرس. نفس اللي عمله المسيح مع بطرس في هذا المشهد بيعيده النهارده تاني مع بطرس لما سقط، مش بقى جسديا في ميه لكن نفسيا في بحر ليس له قرار، بحر الانكار. اعتقد انه خطوات رد النفس هتمشي كده. خلينا ناخدها بسرعه. عارفين ان الرب حذره، عارفين الرب صلاله، عارفين الرب حاول معاه، لكن ايه اللي حصل immediately بعد السقوط؟ وصاح ايه؟ الديك. دي اول حاجة. اول حاجة الرب بيعملها عشان يرد نفس بطرس، عشان يفوقه، قال للديك، وكل الحيوانات بتسمع كلام الرب.
حمار بلعام يسمع كلام الرب، الاسد بتاع دانيال يسمع كلام الرب، الكل يسمع كلامه. قال له يديك، رغم انه مشغول، رغم انه في الصليب، رغم انه متالم، رغم انه بيجتاز المعصره لوحده، رغم انه داخل على الام الصليب لوحده، لكن ليزال يذكر بطرس تماما، يهتم ببطرس تماما، ويامر الديك اينما كان ويقول له يا ديك عايزك تصيح مرتين، بعد ما هو ينكر ثلاث مرات، لانه هذه الصيحه صوت مميز، صوت عالي هيسمعه بطرس، صوت هيفكر بطرس بكل حاجه قلتها معاه وقلتها له، والصوت ده هيخليه يفتكر ان انا بحبه وان انا بهتم بيه وان انا عارف انه هيسقط. خلي بالك، ولما سمع بطرس الصوت الديك قال له، قال لا ده الديك فعلا صح زي ما الرب قال، ده يبقى الرب عارف كل حاجه، ده يبقى الرب مدبر كل حاجه، ده يبقى الرب فاهم كل حاجه، يبقى سقطتي دي مش غايبه عنه. ورفع حسه، اتخيل في 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 سره مع مزمور 139، قال له يا رب الديك صح، يبقى انت عارفني، انت ظبطته وخليته يصيح بصوت عالي بصوت جميل عشان يفوقني، يا رب قد اختبرتني وعرفتني، عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ذريت، يا رب ده انت عارف كل حاجه. صياح الديك معناها انك عارف اللي هيحصل، وانك بتقدر انك تتحكم في كل حاجه، وانك لسه بتحبني، وانك لسه بتبعت لي رساله بتفكرني، بطرس انا بحبك، انا عارف اللي حاصل لك، انا عارف ظروفك. الديك بيصيح عشان يفكرك باللي انا قلته لك، ان انت مش غايب عني. لان اتصور ان بطرس لما انكر المسيح قال اكيد انا خلاص سقطت من حساباته، اكيد انا لا يمكن ابقى تلميذ تاني، ولا يمكن ابقى مؤمن تاني، ولا يمكن ابقى ابن ليه تاني، ولا يمكن ابقى اي حاجه خالص. لان هو قال مره من المرات، الذي ينكرني قدام الناس وانا انكرته، انكره قدام ابي الذي في السماوات. فاكيد المسيح بتعبير البلدي كده يعني خلاص نسيني رماني، لكن جاءت صيحه الديك عشان تعمل ايه؟ لا ما رماكش، بيحبك، ده فاكرك، ده امر الديك عشان يصيح لك. والديك يا احبائي دايما يصيح في نهايه الليل، يقول عليه ديك النهار، يصيح ليعلن بدايه النهار. ايه ده نهار؟ ايه ده انا في ليل، ده انا في ظلمه، ده انا في بعد، ده انا في سقوط. لا، المسيح بيقول لك انا هبتدي نهارك دلوقتي، انا هقومك دلوقتي، انا هقيمك دلوقتي. عشان كده احبائي، راى بطرس صاحب الكون كله بيامر الحيوان ان يطيعه، وسمع صيحات الديك، واتصور ان صيحات الديك كانت بتاكد لبطرس هو يعرف، هو يقدر، هو يحب، هو يعتني، هو يهتم. كم مرة الديك بيصيح في حالنا؟ أحبائي، إن هذا الديك وصيحات الديك هي رمز واضح جدا لصوت الروح القدس في حياتنا، لصوت تأنيب الروح القدس فينا لما ننام، لصوت أنات الروح القدس اللي تؤنب في قلوب أولاده لما يبعدوا، لما يغلطوا، لما يخطئوا، لما يسقطوا، الروح القدس ينخس القلب. مرة من المرات داود غلط، قطع بس إيه الجبة بتاعته بتاعت شاول الملك، يقول فضربوا قلبه. إيه اللي ضربوا قلبه ده؟ هو ده الديك، هو ده عمل الروح القدس، هو ده تبكيت الروح القدس. إزاي أعمل كده مع مسيح الرب؟ ضربوا قلبه. هذه أحبائي صيحات الديك هي صيحات الروح القدس للتنبيه والإعلان المحبة، وللتفكير أن الرب موجود، وأن رد النفس موجود، وأن قدرته موجودة. فرح بطرس، أتصور جدا بالديك، لو لم يصح الديك لقال المسيح نسيني، المسيح مش فارق معاه بطرس خلاص، المسيح ما يهتمش ببطرس. لكن لما صاح الديك عرف أن المسيح رغم كل اللي بيمر بيه بيقول للديك، روح قول لبطرس النهار هيبتدي، نهارك هيبتدي يا بطرس، سقوطك مش نهايتك، بالعكس سقوطك هيكون بدايتك، وهيكون بداية خدمتك، وهيكون بداية صبح جديد لحياتك. صيحات الديك في حياتك، هل تستمع لهذه الصيحات؟ هل يا أحبائي عندما يصيح الديك نفوق ونصحى ونعرف ان إلهنا موجود، وإلهنا بيحبنا، وإلهنا نفسه يرجعنا، وإلهنا مستني؟ هذه صيحات الديك بالذات بالضبط زي قراعات الباب، أنا واقف على الباب وأقرع، إنها ذات نداءات المحبة المتكررة وروح التنبيه المتكرر اللي بيقول بحب ومستني. بعد صياح الديك اللي حصل،
ايه اللي حصل؟ صح الديك بطرس انكر المسيح 3 مرات وديك صح مرتين، وجات رساله الديك جميله لبطرس. رب يسوع كان عايز يكلم بطرس، كان نفسه يكلمه، كان موجود مش بعيد يعني، كان ممكن لو المسيح حب يكلمه كان يقدر يكلمه. لكن الفكره لو كان بعد ما انكره 3 مرات قدام الناس دي كلها المسيح كلمه، كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيحرجه، كان هيثبت اللي هو انكره، كانت كل الناس هتقول اهو ما احنا بنقول انك انت تعرفه، انت انكرت، ده بيكلمك اهو، ده بيتكلم معاك اهو، كان هيثبت عليه التهمه وجايز كان يعرضه للخطر، وجايز لما يتكلم معاه ياكدوه ياكد لهم ان هو كان من واحد من اللي بيتبعوه ويقبضوا عليه ويمسكوه. اذا احبائي كان صعب ان المسيح يتكلم مع بطرس في اللحظه دي، لانه هيبقى فيها احراج جامد وهيبين ان هو كذاب وهيعرضه للخطر وممكن يمسكوه، ممكن بطرس تبقى حالته صعبه. لكن هل المسيح مش قادر يكلم بطرس؟ ما يعرفش يتصرف؟ ما عندوش اسلحه تانية؟ نعم، هو له سلطان الكلمه، وكلماته ذات قوه وذات سلطان. ولو كان كلم بطرس كانت الكلمات دي سرت في كيان بطرس كسريان السحر الجميل والتاثير كمطرقه تحطم الصخر. لكن هل اذا المسيح مش قادر يتكلم ما يقدرش يتصرف؟ هل يسكت المسيح لانه مش قادر يتكلم؟ هل يسيب بطرس واقع في بحر الشك والانكار والتعب؟ ابدا. عشان كده احبائي، اذا لم يكن يستطيع ان يتكلم فالمسيح عنده سلاح اخر فتاك جدا. اتمنى لكل واحد مننا يكون بيشوف السلاح ده. ايه هو السلاح ده؟ السلاح ده ما ذكروش غير انجيل لوقا. ايه اللي عمله المسيح مع بطرس؟ ما ذكرش غير انجيل لوقا. انجيل لوقا يتقال انه لما بطرس انكر في 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 عجاله، في كلمه صغيره كده، يتقال انه بعد ما قال بطرس يا انسان لست اعرف ما تقول، وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك فالتفت الرب ونظر الى بطرس. يعني بالظبط كده بطرس هنا بعد ما انكر المسيح بص له بص كده، بس التفاته نظره صغيره بس كان فيها كل حاجه، كان فيها كل حاجه. هذه النظره قد فتحت في قلب بطرس كل ما هو مغلق. عروس النشيد بتتكلم على عينيه، عينين العريس، تقول عيناه كالحمام على مجاري المياه. يعني تبص في عينه كده تلاقي فيها عينين زي الحمام، فيها بساطة، فيها محبة، فيها أشواق، فيها مشاعر جميلة. عيناه كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن، جالستان في وقبيهما. عينيه لما جت ولمست ونظرت والتفتت بس لبطرس عملت فيه ايه؟ هذه النظرة احبائي استحضرت لذهن بطرس والمشاعر بطرس كل المسيح. عارفين السبب كده ايه؟ يقول كده في لوقا، خلي بالكوا مش كل الاحداث مذكورة بالظبط زي كل الاناجيل التانية. انجيل لوقا يقول حاجة جميلة قوي توريكوا نظرة المسيح عملت ايه في بطرس. يقول في انجيل مرقس، انا اسف، في انجيل مرقس انه لما المسيح نظر له، يقول اول ما بص له يقول فلما تفكر به بكى. يعني النظرة دي خلت المسيح بمحبته برحمته بإحسانه بقصته مع بطرس بكل ال3 سنين اللي مر بيهم معاه، كل ده استحضره قدام ذهن بطرس، تفكر بيه، فكر فيه وفكر في محبته، فكر هو بيعمل عشانه ايه وهو في نفس الوقت بينكره. كل ده جيل مشاعر بطرس والفكر بطرس. النظرة دي وصلت لهيب نار محبة الرب لقلب بطرس. النظرة دي حركت وفجرت ينابيع البكاء في دم في قلب بطرس، فبطرس ابتدى يبكي ويبكي بكاء مرا وبكاء شديدا وبكاء التوبة وبكاء الندم لمجرد التفات المسيح. فالتفت الرب إلى بطرس فلما رآه تفكر به. المسيح بيبص لنا وعينيه ما بتسيبناش، وكل ما بنبعد بيبص لنا. واتصور يا احبائي انه الابن الضال لما كان في مكانه كان في كل يوم ما ينام يحلم يفتكر ابوه
اعتقد انه اكتر مشهد كان بيفتكره هو عينين ابوه وهي بتبص له وهو ماشي. هذه العيون احبائي تستطيع ان تعيد لنفوسنا اتزانها، ان ترد نفوسنا. لقد راى بطرس في نظره المسيح ان المسيح لسه بيحبه، ان المسيح لسه بيحاول يقول له انا شايفك، اعزازك ومحبتك ومكانتك عندي موجوده، بفكرك بكل اللي كان بيننا، بفكرك انك غالي عليا. وهذه ما صنعت في حياه بطرس، فبكى بطرس وبكى بكاء مر. احبائي، المسيح لا يرضى لاولاده ان يسقطوا. المسيح كفيل برد نفس كل واحد فينا. المسيح يرد نفوسنا من صياح الديك، الروح القدس اللي يهز كياننا ويقول لك انت غلطان، انت بعيد، اصحى فوق، ايه اللي بتعمله؟ وفي نفس الوقت يهز كياننا من نظرات المحبه، رغم ان انا خاطي، رغم ان انا مذنب. احبائي، هاتولي واحده او واحد اتعرضوا كخطاه على المسيح، زي المراه الزانيه او اللي امسكت في ذات الفعل او الخاطئه او المنحنيه او ال 38 سنه او الابرص، كلهم 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 محملين بالخطيه. كم واحد منهم المسيح نظر له نظرة إدانة، قال لها اذهبي ولا أنا أدينك. كل نظرات المسيح لكل هؤلاء إنما تحمل المحبة والقلب المفتوح والدعوة للدخول في أحضان المسيح. هي دي الالتفاتة، هي دي النظرة، هي دي اللي بصها بطرس، اللي خلت بطرس يدوب. فخرج وبكى بكاء مر. عايزين كل ما نبعد وكل ما حياتنا تبقى بعيدة، وكل مش لازم ننكر إنكار شديد، لكن كل ما يحصل فتور في محبتنا، أرجوكم استمعوا لصيحات الديك، أرجوكم انتبهوا لعيون المحبة التي تنظر إليكم. لو استطعت إنك تشوف عينين المسيح وانت واقع، أؤكد لك أنك ستقف. لو استطعت أن ترى التفاتة المسيح لقلبك وانت مشدود وابليس ضحك عليك ومبهدلك، اؤكد ليك هتنتفض وهتترك الخطيه. لو استطعت ان ترى التفاته المسيح لحياتك وانت في وسط حرب ابليس، اؤكد ليك انك هتقوم على رجلك وهتقوم، لان هذه المحبه اسمها محبه قويه كالموت، قاسيه كالهاويه، لهيبها لهيب نار لا ذره، مياه كثيره لا تستطيع ان تطفئها والسيول تغمرها. هتولع قلبك، هتنشط قلبك، هتنشط عظامك، فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا ينقطع مياه. حبائي، المسيح يرد نفس بطرس. تكلمنا على ايه؟ تكلمنا على الديك، وتكلمنا على الالتفات. هختم بحاجة وبعدين هيفضل لنا حاجتين المرة الجاية. الحاجة دي حصلت بعد القيامة، وأرجو تلاحظوا معايا لأن الحاجة دي محتاجة دقة في دراسة الكتاب. تلاميذ مجتمعين قاعدين قافلين على نفسهم البيت وخايفين، وما راحوش للقبر. اللي راحوا المريمات، راحت مريم المجدلية، راحت مريم أم يعقوب، راحت سلومة، كل المريمات راحوا. وفي مشهد القيامة لو نقارن يوحنا بمرقس نعرف اللي حصل الآتي. مريم الرب قابلها وقال لها زي ما قلنا مع بعض، اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي الى الهكم والهكم. وبعد ما اصعد، في الرساله بتاعت مريم المجدليه للتلاميذ اللي اتذكرت في انجيل يوحنا، قال لها اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. وبعدين فراحت وقالت لهم انها رات الرب. وصلت الرساله دي للتلاميذ. وانا عايز اتخيل حضراتكم ان بطرس موجود وسط التلاميذ وجات الرساله دي. فبطرس اكيد هيقول الرساله دي ايه؟ مش ليه؟ وانا بقيت تلميذ؟ وانا معقول لسه تلميذ؟ هو انا معقول لسه محسوب من تلاميذه؟ هو بعد اللي انا عملته ممكن لسه اقعد تلميذ؟ ده هو قال من ينكرني قدام الناس انكره انا قدام ابي. طب انا معقول انا لسه تلميذ؟ اكيد الكلام ده مش ليه. واكيد بطرس سمع الكلام ده وخلاص، يعني جايز المسيح المعلم قام بيحبكم، انتوا لسه تلاميذ والكلام ده ليكوا، افرحوا بيه. لكن انا ما اعتقدش ان انا اقدر احسب نفسي واحد منكم والكلام ده جاي ليا. وانا متصور طبعا القصه مش كده، لكن ارجوكم تحتملوا خيالي يعني.
بعد ما دخلت مريم وقالت الكلمتين دول وبطرس قال الكلمتين دول، راحت وقفت مريم ام يعقوب وسالومه. قالوا بطرس استنى. قال لهم في ايه؟ قال لهم في حاجه مهمه عايز اقولها لك يا بطرس. ايه في ايه؟ على فكره انا عايز افكرك بالظبط الكلام بتاع الشاب اللي قاعد في قبر المسيح، كان في حاجه عايز اقولها لك، الحاجه دي هتفرق معاك قوي يا بطرس. الراجل ده قال لنا، قال اذهبنا، الرساله اللي حملها لنا، قال وقلنا لتلاميذه ولبطرس ان يسبقكم الى الجليل. ايه ده؟ يعني في رساله من الملاك المسيح محملها له بتقول ان احنا نيجي للتلاميذ، واخص بالذكر بطرس في الرساله. مريم المجدليه قالت انا جايه للتلاميذ كلهم بالخبر، ما حددتش اسماء، معروف للكل. بطرس قال جايز انا مش في الموضوع ده، لان انا خلاص انا انكرت. فجت مريم مريم وام يعقوب وسالومه قالوا لا ده في رساله بتقول حددها لنا بالتركيز اذهبنا وقلنا لتلاميذه البطرس. ده عايز يقول لك يا بطرس انت بالاخص لوحدك انت، انا قمت وجاي قبلك. افتكروا قلب بطرس حصل له ايه؟ ده لسه فاكرني، ده الرساله مش للتلاميذ كلها بس، ده خدني براهم وحط اسمي لوحده وقال لها قولوا لبطرس وقولوا للتلاميذ ان انا هقابلكم، ده انا لسه تلميذ. ما اعظم محبته. ما قالش لكل الكلام ده، هو عايز يقول للكل، بس خرج بطرس منهم عشان بطرس ايه؟ محتاج. بطرس محتاج، محتاج لرساله خاصه، لتشجيع خاص، لكلمه خاصه، للمسه خاصه، لسنده خاصه تسند قلبه وحياته. ياه المعلم فاكرني، المعلم لسه معتبرني تلميذ، المعلم لسه بعت لي رساله خاصه باسمي انا بالذات يقول لي هقابلك في الجليل. ما اروعك يا اله النعم. عارفين يا جماعه لما تكون ام عندها 6 عيال، 5 صحتهم كويسه وواحد تعبان، طول الليل تعبان، هتعمل ايه؟ هتقضي طول الليله دي مع مين؟ مع التعبان. شايلاه في حضنها رايحه جايه، تطبطب عليه، تدوس له على بطنه، تديله دواء تشربه، اصل تعبان. المسيح بيعمل كده احبائي، المسيح بيدي اهتمام خاص جدا 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 للتعبان والواقع والساقط والمنحني والمهزوم والمتحارب والخايب والضعفان، ويبعت له رساله مخصوص. بطرس اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس ان يسبقهم الى الجليل. هذه احبائي هي نعمه الله في تعامله مع رد النفس. هذا كيف المسيح يرد نفوسنا. لقد بدا رد النفس بصياح الديك. هز الروح القدس لقلوبنا. وتبع صياح الديك التفات المسيح. محبة بتكسر الصخر، وتبعها رسالة خاصة. بطرس لسه أنت تلميذي، لسه حبيبي، قابلني في الجليل. هذا هو إلهنا أحبائي. يا أحبائي أكتب إليكم لكي لا تخطئوا. طيب وبعدين؟ احنا جايز نغلط، بطرس هو كبير غلط. ولكن إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله. المسيح الكفارة يستطيع أن يرد نفوسنا عندما نخطئ كما فعل مع بطرس. المرة الجاية بنعمة المسيح هنتأمل في الخطوتين التانيين اللي بطرس رجع بيهم لإيه؟ إنه بقى تلميذ؟ بس تلميذ؟ بس مؤمن؟ لا لا، المسيح هيرجعه للآخر. وصلوا ليوحنا 21، دخل على أعمال 2 و3، جاب 3000 نفس للمسيح. فالإلهنا المجد يا الأبد.